لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. أهلا ومرحبا، حياكم الله. أستاذ مصطفى، كان موقع ذا هيل الأمريكي تحدث عن العقوبات التي تنتظر العراق والحليف الصيني غير المتسامح في حال الإخلال بهذه الاتفاقية. برأيكم من يتحمل مسؤولية وضع العراق في هذا الصراع الإقليمي والدولي بعد توقيع هذه الاتفاقية الاقتصادية؟ لا شك أن هناك الكثير من اللغط الدائر حول ما يقال أنه اتفاقية بين سلطة المنطقة الخضراء والشركات الصينية، سواء منها الحكومية أو الخاصة. وأنا أعتقد أن كثير مما يقال، سواء تفاصيل هذه الاتفاقيات التي يتحدث عنها عناصر المنطقة الخضراء، والمبلغ الكلي لهذه الاتفاقيات الذي يشير إلى مبلغ 500 مليار دولار، أنا أشكك وأرفض كل هذه الأرقام وكل هذه التفاصيل أيضا. لكن بصرف النظر عن هذا الشق من الحديث، هناك يعني إجابة على سؤالك الكريم، لا شك أن إيران هي التي تدفع بالعراق إلى التحالف مع الصين أو الاتفاق مع الصين لأجل إحداث يعني مزيد من الفوضى الاقتصادية في العراق وفي المنطقة. ولا شك أن هذه الاتفاقيات إذا ما نفذت أو نفذ جزء منها ستؤدي إلى تكبيل العراق بمزيد من القيود المالية والديون، وتخدم الاقتصاد الإيراني بشكل أو بآخر. نعم، تحدث الموقع الأمريكي، موقع ذا هيل الأمريكي، عن أن انسحاب الولايات المتحدة من العراق سيفتح الباب أمام مستثمرين جدد سواء روسيا أو الصين. لأي مدى نحن اليوم مع نموذج مشابه لما حدث في سوريا بتدخل الشريكين الاقتصاديين كل من روسيا والصين؟ روسيا وإيران في سوريا يعني استولتا على كل المقدرات الاقتصادية في هذا البلد العربي الشقيق، وبضمنها أيضا القائمة منها والتي يعني في باطن الأرض. الذي سيحدث، يعني أولا في العراق لا يوجد استثمار حقيقي، هناك سرقات في الاقتصاد العراقي ولا يوجد استثمار حقيقي في العراق على الإطلاق. كيف يفسر الغموض الذي اكتنف هذه الاتفاقية الاقتصادية بين العراق والصين؟ هذه الاتفاقية وكل ما يقال عنها، كما قلت، أنا أشكك به، ويجري الحديث عنه الآن لإظهار السفاح عادل عبد المهدي باعتباره بطلا وطنيا يريد مصلحة العراق وشعبه، وبالتأكيد هو ليس بهذا الشكل على الإطلاق. وهذا الذي يجري الآن، كما قلت، سواء الذي يجري الحديث عنه الآن سواء فيما يتعلق بالمبلغ الإجمالي لهذه الاتفاقيات أو بتفاصيلها، ما يجري الحديث عن بناء 20,000 مدرسة وآلاف المستشفيات ومئات الطرق السريعة والجسور وإلى آخره، هذه كلها أكاذيب لا وجود لها. كل ما أبرمه عادل عبد المهدي في الحقيقة خلال زيارته للصين العام الماضي هو مجموعة من مذكرات التفاهم وليس الاتفاقات. حتى هذه الاتفاقات التي يعني قسم منها أبرم في عهد سلفه حيدر العبادي، أما هو فلم يبرم خلال زيارته إلى الصين سوى بعض التفاهم التفصيلية فيما يتعلق بإيداع الأموال وتسديد بعض القروض وإلى آخره. كان هنالك أيضا حديث آخر في صحيفة إنديبندنت البريطانية عن أن إخراج القوات الأمريكية والاتفاقية الصينية هي مجرد ذريعة للإبقاء على عادل عبد المهدي في السلطة بعد كل الدماء التي أسفكت وتشبث السلطة أو الطبقة السياسية بالسلطة. ما مدى صحة ذلك؟ هذه السلطة
الإرهابية سواء في حقبة عادل عبد المهدي أو بالحقب السابقة له، لا يمكن أن تتخلى عن السلطة بكل سهولة، لأنها جاءت إلى هذا الموقع. طبعا الولايات المتحدة وإيران سواء باتفاق مسبق أو بتوافقات لاحقة، هم من أوصلوا هذه العصابات للتحكم بشؤون العراق والسطو على حاضره ومستقبله وتدمير حتى ماضيه. ولذلك يعني ما يشاع هنا أو هناك في موضوع الاتفاقية الصينية أو مسرحية إخراج القوات الأمريكية في العراق من العراق، يعني هذه كلها ألاعيب تستخدمها هذه العصابات فقط لتمضية الوقت وسرقة مزيد من أموال العراق وقتل مزيد من العراقيين وتخريب هذا البلد الذي كان يشكل مناغة حضارية حقيقية في المنطقة. هل خروج عبد المهدي من السلطة سيؤدي إلى فتح ملفات الفساد والإرهاب؟ لا شك أن هذه الملفات الجميع يعلم بعناوينها الرئيسية ويعلم ببعض تفاصيلها، ولكن عندما تأتي سلطة وطنية حقيقية لتقود هذا البلد ستطلع وسيطلع الشعب العراقي معها والعالم على خفايا هذه السلطات التي تعاقبت لمدة 17 سنة على سرقة العراق وليس على حكمه وعلى قتل أبنائه. سيطلع العالم جميعا عن حجم هذا الفساد الذي يعني يقدر حجم السرقات من المال العراقي العام بنحو 1000 مليار دولار وربما أكثر، ويضاف إليه يعني تدمير كل معالم الحضارة والحياة والمدنية في العراق، تدمير تاريخ العراق أيضا، تدمير يعني معالم الجمال في بغداد وفي في غيرها. كل هذه ستكون ملفات يعني كبيرة ومهام جسيمة أمام السلطة الوطنية العراقية المقبلة بإذن الله. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.